يقول اغتسلت غسل الجنابة ونسيت الوضوء ثم صليت المغرب والعشاء، ما حكم الصلاة؟ وإذا كان اغتسل لاستباحة الصلاة ما يحتاج وضوء. جميل. الغسل يا إخواني، غسل الجنابة وغسل الحيض يكفي عن الوضوء، لأنه يرفع الحدث الأكبر فيدخل فيه الأصغر. فالإنسان إذا نوى استباحة الصلاة أو استباحة قراءة القرآن أو دخول المسجد أو شيء من هذا واغتسل لهذا، مثل قالوا واحد من الناس نبيك تقرأ علينا قرآن في أول جلسة، قال اصبر اصبر شوي، وراح واغتسل لأن علي جنابة، وجاء وخذ المصحف وقرأ، هل لازم ينوي الوضوء؟ لا خلاص، لأن هنا استباحة قراءة القرآن. نعم.